بتعملي ايه؟ كنت جايه اقول لعلي حاجه بس ما لقيتوش في اوضته. الحاجه دي يعني ما ينفعش تاجل الصبح؟ اكيد يا بابا ينفع. تصبح على خير. انت من اهل حبيبي. انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ مش جايلي نوم، قلت استناك. غريبة يعني. ليه؟ مش متعود ان انت تستنيني؟ ما انا بتأخر كتير. واضح ان في حاجات كتير في حياتنا اتغيرت، واكيد انا كمان اتغيرت. ما قلتليش انت كنت فين؟ كنت مع فريد. حبيبتي مش هتنامي؟ لا طبعا هنام. تصبح
على خير يا حبيبتي. وانت من اهل هنا. ممكن نتكلم لو سمحت؟ اه طبعا اتفضلي. لا انا هنا كويسه بس كده ممكن اي حد يسمعنا. اتفضلي اتفضلي. اقعدي يا لينا. لا انا هنا كويسه. يا لينا اقعدي الله يكرمك، الباب مفتوح. انا جده قال لي ان فريد هو اللي خلاك تعمل كده. طب انا عايزه اسالك سؤال وارجوك تجاوبني بصراحه وما تكدبش عليا. اسالي كل الاسئله اللي انت عايزه تساليها لينا، وانا والله ما اكدب عليكي تاني في حياتي. انا يوم عربيتي وقفت والبلطجات اللي عليا عايزين يسرقوني وانت جيت انقذتني، دي كمان كانت تمثيليه متفق عليها مع فريد؟ لا لا والله يا لينا، دول كانوا بلطجيه بجد، وانا اتدخلت عشان احميكي، عشان احميكي وبس، مش عشان اي حد قال لي اي حاجه. طيب لو اللي انت بتقوله ده صح، انت عرفت منين ان ده هيحصل؟ وعرفت ازاي ان هم هيكونوا موجودين في الوقت اللي انت جيت فيه؟ كنت براقبك، كنت ضلك في كل حته بتروحيها، مش عندي شغلانة غير ان انا افضل باصص لك. كانت احلى شغلانة في الدنيا. كنت اشوفك بتضحكي ازاي، بتكشري ازاي، بتحبي ايه وبتكرهي ايه، بتمشي ازاي، ايه الالوان اللي بتحبيها، كل حاجة. كنت بنام وبصحى على صورتك في عيني. في حاجة تانية غير كلمة. وكل ده ليه؟ عشان انت توأم علي. أنا أسمع إن التوأم بيتصرفوا في كل حاجة زي بعض. كان لازم انت بالذات تصدقي إن أنا علي. عشان لو ما صدقتيش مهمتي هتبوظ. وأنا كنت بستعد.
كنت مقتنع ان انت لو صدقتي كل هيصدق، بس مش عارف، ساعات كنت بحس انك مصدقه قوي ان انا علي، ساعات تانية كنت بحس انك عارفه اني مش علي بس مش عايزه تصدقي. كمل كلامك. كلام ايه؟ طيب لو زي ما بتقول كنت بتراقبني، ليه ما انقذتنيش اول ما طلع البلطجيه عليا وسبتهم يخوفوني؟ كل سنه وانت طيبه. ايه ده يا ملك، انت غيرت الهديه بجد؟ طبعا. ميرسي قوي يا مالك. طب ايه، مش هتلبسي؟ كنت عايز اشوفه في ايدك. ميرسي قوي يا مالك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جليل، سنة حلوة يا جميل. كل سنة وانت طيب. ميرسي قوي يا مالك. ميرسي، تعبت نفسك بجد. ما احنا احتفلنا بعيد ميلادي الصبح في الشركة، ما كانش ليه لازمة. ايوه بس كان لازم نحتفل انا وانت بره لوحدنا. العيد ما عجبكيش برضو صح؟ لا خالص بالعكس، بس هو مش لاقي على لبسي. تعبتك قوي معايا مالك، يعني بجد انا محظوظه السنه دي، عيد ميلادي مره واحده. يلا على مالك، خلي بالك من نفسك. بار بسرعة كده. روز انا خايفة يعملوا في حاجة. كلم البوليس هوصلك البيت ده وبعدين ارجع لك. كنتش اكمل، كنت اعمل اي حاجة عشان اهرب من الموضوع ده، بس من ساعة ما شفتك معرفتش، مقدرتش عشان حبيتك. كنت كل همي اني اعرف ابقى قريب منك، أعرف أشوفك طول الوقت، مبعدش عنك. اللي بيحب حد ما بيكدبش عليا. هو أنت اسمك إيه؟ حسن. اسمي حسن لي. أنت نصبت علينا، أنت استغلتنا واستغلت الفراغ اللي سايبه علي في حياتنا، سرقت مكانه في البيت وفي حياتنا.
سرقت مكان مش مكانك ومش ملكك، وخلتنا كمان نقرب منك. كل ده ليه؟ عشان شوية فلوس؟ ليه؟ أنا ما طمعتش فلوس حد، ما كنتش عايز كل ده يحصل من الأول أساسا. يمكن غلطت إني وافقت من الأول، الصورة كان قدامي غير إن أنا وافق. لا أنت مش عارفة حاجة. معرفش إيه؟ هتكلمني عن الفقر؟ هتكلمني إنك كنت محتاج ومضطر؟ في ناس كتير فقراء بس مش بيعملوا حاجة غلط علشان خاطر يعرفوا يعيشوا. الفقر ملوش علاقة بالشرف. لا أنا شريف، أقسم لك بالله في اللعبة دي أنا أشرف واحد فيها. عندك حق، الفقر مش حج خالص، بس الفقر كانت سكينة محطوطة على رقبتي بتخليني أنفذ كل الأوامر اللي بتطلب مني وأي حاجة بيقولها لي فريد. اللي انت ما تعرفيش كان بيقول لي ايه، وما تعرفيش كان بيهددني بايه. انا مش مصدقاك، مش مصدقة اي حاجه انت بتقولها. انت واحد انا ما اعرفوش ومش عايز اعرفه. ما تظلمنيش، انا ممكن استحمل ظلم الدنيا كلها ليه، بس انت والله العظيم ما اقدر استحمل. ليه؟ سامعين؟ صباح الخير يا ناس. صباح الخير يا حبيبتي، ازيك يا لوم؟ مالك يا إلهام؟ شكلك تعبان ووشك مرهق قوي كأنك ما نمتيش. في حاجة حصلت ولا إيه؟ وطبعاً اللي بعتلك الرسالة دي ما تعرفيهوش. مش متسجل على الترو كولر، حاولت اكلمه لقيته الرقم اوت اوف سيرفيس. ما هو اكيد اللي هيبعت رساله زي دي مش هيبقى عايزك تعرفيه اصلا. انا هتجنن يا نانسي، مش عارفه اعمل ايه. راجي عارف حاجه بالموضوع ده خالص؟ انا امبارح كنت بتعامل معاه في منتهى الهدوء، بس بعد ما نام كان هين عليا صحي وواجهه. اوعي تعملي كده، انت لو عايزه تتاكدي من الموضوع ده مش لازم تواجهيه اصلا. معقوله راجي يعمل فيا انا كده؟ ما تزعليش مني يا الهام، انت يعني منتظره ايه من راجل مراته سايباه سنين ومش معاه خالص ولا حتى مهتمه بيه؟ انت بتبرري له خيانته؟ حبيبتي مش ببرر، انا بس بحاول افهمك، وبعدين احنا ما نعرفش اللي حصل ده حقيقي ولا لا. ولو حصل راجل وعنده احتياجات ومراته مش معاه. يا شيخة ده انتي حتى وانتي معاه ما بتفكريش غير في علي. وهو علي ده ابني لوحدي؟ ده عميني وانا بعمل شوبينج؟ ده اتخطف مننا احنا الاثنين. الهام، الرجالة لا بيفكروا ولا مشاعرهم زينا. الراجل لما مراته بتموت بيروح يتجوز بعد كام شهر، وساعات كمان بيتجوزوا بعد الاربعين. ساذجة بقى اللي تتعامل مع جوزها بطريقتك دي، او تفهم انه ممكن يحس زيها. الهام حبيبتي انا مش قصدي اضايقك بالكلام ده، انا بس عايزه افهمك اللي انت المفروض تبقي فاهماه من زمان. كفاياكي مثاليه بقى. بصي بقى، احنا لازم نتصرف في الموضوع ده بذكاء شويه. انا عايزاكي تقربي من راجي قوي، تخليه ما يعرفش يستغنى عنك. من ساعه ما علي رجع وانا بحاول اقرب منه، بس هو مش مديني فرصه. يا ستي خليكي زي ما انت، كملي وزني. لو كان اتعود قبل كده انك مش موجوده يتعود بقى انك بقيتي موجوده وكتير كمان. ومليون مره اقول لك خديه وسافره. ما بيرضاش يا نانسي، بيتحجج على طول بالشغل. خلاص لو قال لك الشغل قولي له هسيب لك يومين تظبط نفسك وبعدين نسافر. ورطيه يا ستي واحجزي انت وخديه وسافره. قربي منه، اهتمي بيه وبمظهره وبلبسه، هاتيله هدايا، طبي عليه في الشركه وخديه وتغدوا بره.
تصدقي عجبتني بقى فكرة انك تطبي عليه في الشركة دي علشان يعرف انك هتروحي له اي وقت وتقفشيه لو بيعمل حاجة. بس انا مش هعرف اخطط لكل ده، كل اللي كنت بحلم بيه ان انا اعيش انا وجوزي وولادي في هدوء. هو اللي انا بقوله لك ده عشان تعيش انت وجوزك وولادك في هدوء. بقول لك ايه، هو بعد ما الفيلم بيتركب بيتعرض على طول؟ لا بص، هو لما الفيلم بيتركب بنبعته لحاجه اسمها كالر كوركشن عشان نظبط الوان الفيلم، بس انا هبعت كل واحد صاحبي شاطر قوي يعني هيعجبكم، اي نعم هو لسه بيدرس بس موهوب جدا. حلو. ايوه يا ليلى، ما جيتيش يعني؟ ليه، هو حصل حاجه؟ مفيش، كنت عايز اخليكي تتفرجي على الفيلم بعد ما تركب. اوكي، سي يو، باي باي. ليلى ما جاتش يعني؟ لا مهم، مش هينفع تيجي النهارده. مين أسامة ده؟ أنا فاكر الاسم ده. الراجل اللي كان خبطني بالعربية قبل كده. طب ما ترد تشوف عايز منك ايه تاني. فكك، هو كان عمل معايا حركة جدع يوم التوكيل ده وأنا ساعدته إنه يشتري موتوسيكل، فخلاص بقى مش عارف هو عايز مني ايه تاني. الله يا عم رد، أنت خسران حاجة؟ ماليش دماغ. وانت بقى كل حاجه ماما هتقولها لك هتنفذيها؟ انت هبله يا ليلى؟ لا بس هي صح. لا على فكره مش صح، وانا لو مكانك كنت نزلت واتفسحت معاه كمان، ما دام بحبه يبقى توظف اي حاجه تانيه. المساله مش بالسهوله دي يا ناهد. ونعمل حياه سهله وبسيطه وزي العسل، بس الناس اللي زيك وزي امي دول هم اللي معقدينها يا مكلكعين. اعقدها دلوقتي احسن ما تتعقد لوحدها بعدين. انا مش عايزه اعمل حاجه اندم عليها، مش عايزه اعمل اي حاجه غلط. الغلط هو انك تكوني بتحبيه قوي كده وتبعدي عنه. بقى بعد ما قربتوا من بعض قوموا بعدين تاني من غير اي سبب؟ لولا لما مروان بيحبك بجد مش هيفرق معاه اي حاجه تانيه. لكم قربنا الفيلم والفيلم خلص، ابعد بكرامتي دلوقتي احسن لي. مروان مش ليا يا ناهد، وانا لازم افهم كده؟ لا بقول لك ايه، انا مش حامل عيال والكلام الفاضي ده، جسمي ما يستحملش. انا هقوم افك عن نفسي شويه. ربنا يهدك، قومي ارقصي معايا يلا. لا بطل الدراجز وتقول انا هبدا، مش حاجه اسمها لا. يجي الشيطان يفضل يقول لك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا. هيشو، انا عايزاك تجهز لي مفاجاه كبيره جدا عشان خاطر اللي انا بعمله لك. ربنا يستر. خير يا نانسي؟ ربنا يستر. ايه البواخه اللي انت فيها دي؟ هو انا ما اعرفش اهزر معاكي؟ اقنعت لك الهام انها تاخد راجي ويسافروا، وبكده الشركه هتفضلك تماما بقى وتقدر تقرب من محمود. راجي مش هيوافق على الكلام ده، عندنا مواعيد تسليم وشحنات قربت توصل، وصعب جدا انه يسيب الشركه في وقت زي ده. يا بيبي إلهام مش هتسيبه لما يوافق ويسافر معاها. اشمعنى يعني؟ أصل إلهام عرفت إن راجي بيعك من وراها ومستحلفاله. أوبا، احكي لي الحكاية بالتفصيل. ايوه يا كمال، ازيك؟ الحمد لله. كنت عايزه منك خدمه، في رقم بيعاكسني على التليفون، كنت عايزه اعرف الرقم ده بتاع مين. هبعتهولك دلوقتي على الواتساب. خلاص ميرسي قوي، انا تعبت معايا على طول، هستناك تكلمني. باي. كلمي مين يا حبيبتي؟ ده كمال. كان عايز حاجه؟ ابدا، انا اللي كنت عايزه منه خدمه. اصل ساره بيجي لها تليفون معاكسه كده، فعايزين نعرف الرقم ده بتاع مين. ما قلتليش اخبار الشغل ايه؟ كويس، المشاكل اليوميه العاديه. طب بقولك ايه،
ما تيجي انا وانت كده نسافر اي مكان بعيد، ننسى الشغل والمشاكل وكل الحاجات دي. طب ما نأجل الموضوع ده شويه يا حبيبتي، انا عندي ارتباطات ومواعيد كتير قوي الفتره الجايه دي. الشغل ما بيخلصش يا راجل، واحنا كده عمرنا ما هنسافر. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ هو انت مش حاسس قد ايه احنا بعيدنا عن بعض؟ انا ما بشوفكش يا راجل، انت وحشتني، وحشني اتكلم معاك اقعد معاك. انا عارفه ان انت بتلومني عشان انا قصرت في حقك الفتره اللي فاتت، بس انت عارف ان كنت غصب عني. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده خالص. خلاص يبقى نسافر نغير جو. حاضر حبيبتي نسافر، انا اهم حاجه عندي تبقى مبسوطه، ما تزعليش ابدا ولا تتضايقي. حاجه تانية يا استاذه؟ لا لا ميرسي خلاص. اه تمام، لا انا بقى عندك النهار. تمام هنكون عندك النهارده ان شاء الله. ماشي ماشي مع السلامه. اعمل حسابك بقى ان احنا عندنا ميعاد مع السمسار النهارده، مش هينفع نتاخر. معلش يا مالك صعب قوي النهارده مش هينفع. ايوه لينا، ما هو السمسار مش هيستنانا، انا لما صدقت خدت منه معاه. يعني ايه يعني؟ هظبط مواعيدي على حسب الاستاذ السمسار؟ على فكره السماسره كتير والفيلل اكتر. هو انت متعصبه كده ليه؟ ما طبيعي اتعصب يعني يا مالك، انت مش شايف اللي انت بتقوله؟ يعني ايه اظبط مواعيدي حسب السمسار؟ ايه ده يعني؟ يعني انت مش شايف ان رد فعلك ده اوفر شويه؟ انا من ساعه قرايه الفاتحه وانا مش عارف اتكلم معاك، يا متعصبه يا متضايقه. مش عارفه بقى، انا مودي مش متظبط اصلا. اه لما يبقى مودك بقى حلو ومواعيدك مناسبه بيبلغيني. داليا بليز بكلميني، محتاجه لك ضروري. اوكي باي. هشام ازيك؟ ازيك انت؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. اتفضل اقعد. ايه انا جاي عشان اقومك، عايز احلى بوكي ورد عندك على ذوقك لنانسي، بقى لي فتره ما جبتلهاش هديه، وزي ما تقولي كده عايز ادلعها واهتم بيها شويه. يا بختها يا سيدي. يا ستي انا اللي يا بختي بيها. يا سلام للدرجه دي؟ واكتر والله يا الهام. واضح جدا ان مقوله خد اللي تحبك دي طلعت مقوله صح جدا. لما اتجوزتي راجي انا كنت فاكر ان انا عمري في حياتي ما هتجوز تاني، كل الستات بالنسبه لي كانوا زي بعض. لما شفت نانسي كنت فاكر انها مجرد زوجه مناسبه بالنسبه لي، بس تعرفي حبها ليا خلاني احبها، ده غير انها بتفهمني كويس قوي وبتعمل مجهود عشان ترضيني. هشام الكلام ده فات عليه وقت كتير قوي. ما تفهمينيش غلط يا الهام، انا بدردش معاكي، احنا متربيين سوا. صحيح لما كبرنا بعيدنا عن بعض، بس ده ما يمنعش ان انت هتفضلي عزيزه عليا قوي. انت ودانسي تستاهلوا كل حاجه حلوه، عشان كده هعمل لكم احلى بوكي ورد. انا تعبانه قوي يا داليا، حاسه ان انا مش عارفه افكر ومضغوطه ولا قادره اتعامل مع حد. حصل ايه لكل ده؟ احكي لي يا لينا. عارفه لما تحسي ان انتي مضغوطه ومخنوقه ولا عايزه تشوفي حد ولا عايزه تتكلمي مع حد؟ عايزه بجد يا داليا انسى كل حاجه بتحصل لي. ليه كل ده؟ انتي اتخانقتي مع مالك؟ بالعكس، مالك ده بيتمنى لي الرضا ارضه، بيحاول يرضيني باي شكل يا داليا. انا اللي حاسه ان انا ظلماه معايا. طب حاسه ان انتوا اتسرعتوا في موضوع خطوبتكم مثلا؟ جايز، مش عارفه. قولي لي انتي عامله ايه مع علي؟ طلع بيحب واحده تانية. لا قال لك كده؟ بس ما قاليش مين. انتي ما تعرفيش مين يا لينا؟ لا. مش مأساة قوي يعني، انا برضو ما كنتش لسه حبيته. بيني وبينك ده احسن ليكي، علي ما فيهوش المواصفات الكتيره يعني اللي انت عايزاها. مواصفات ايه يا بنتي؟ هو لو على المواصفات نبعت نجيب واحد مستلم بقى سبيشال ريكوست. الموضوع مش موضوع مواصفات وحسابات بالعقل بس، انا كان ممكن اتغاضى عن طريقه كلام علي اللي كانت هتتحسن بالوقت،
بس الطيبة والأخلاق والصدق مش حاجة تتعلميها يا لينا، فاهمة؟ بس علي برضو يا دالي ما كانش صريح معاكي من الأول. ليه بتقولي كده؟ يعني خبى عليكي موضوع البنت دي. يمكن ما كانتش محسومة لسه. هو راجل محترم، في رجال كتير قوي كانت ممكن تعرفنا احنا الاتنين على بعض، بس هو ما عملش كده. هو جه صرحني من الأول قبل ما الموضوع يبقى صعب عليا وعليه. مش قادر أكيمه. النبي يا حسن، عشان خاطري بقالك كتير قوي ما رجعتنيش. ايش شات ايدك؟ مش قادر والله يا اخي، كبرت انا ولا انت يا حسن؟ احنا الاثنين كبرنا. اخش اعمل لك شاي؟ لا لا، تعالى 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 نقعد معك شويه. اقعد. فيك ايه يا حسن؟ من ساعة ما جيت وانت شكلك متضايق، زي ما تكون حاجة شغلة دماغك. حاجة زي ايه يعني؟ مش عارف، كنش بتحب. تعرفت الحب منين يا لصايع انت؟ الله، انت مش لسه قايل لي انا كبرت؟ اكيد اعرف. ها ما تغيرش الموضوع، بتحب؟ ايوه يا سيدي بحب. حلوه؟ احلى حاجه في الدنيا يا كريم، تقول للقمر قوم وانا اقعد مكانك. للدرجه دي؟ واكتر كمان. انا لما بقعد معاها مش عايز اكل ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه في الدنيا. قلت لها انك بتحبها؟ انا مش مصدق الحوار والله العظيم. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ايوه يا سيدي قلت لها، ويا ريتني ما قلت لها. ليه؟ بعدت عني يا كريم لما كنت مخبي عليها، كان احسن على الاقل كانت جنبي وكنت بعرف اتكلم معاها. اما دلوقتي خلاص. ما تزعلش، لو بتحبك هترجع لك تاني. ياه، باين عليك حالتك صعبة قوي. صعبة؟ الله يحرقك. قوم قوم، تعالى مرجعك. يا ساتر يا رب، انت بقيت تقيل قوي. تعالى مش قادر. ايه ده؟ هاي اروى، ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ ايه انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه الاخبار اروى؟ ايه في ايه؟ انا مش في مود سهر خالص النهارده. ليه يا موري كده؟ ده انا ما صدقت. عشان خاطري هنقعد شويه وانا هرجعك موري زي الاول. خلاص بقى يا موري. مروان عامل ايه؟ ايه الصدفه الجميله دي؟